طيب تعالوا نقول المكونات البسيطة لطاجن الرز المعمر الأول ونشوف هنعمله إزاي. هو بسيط جدا، بنقفل كل حاجة، بنكون سلقين اللحمة بتاعتنا، ويفضل إن أنا ما أخدش الشوربة في الرز المعمر، ودي غريبة شوية إن إحنا دايما والعادي بتاعنا إن إحنا بنستخدم الشوربة. حابة تستخدميها تمام، بتغمق بس الرزاية شوية ولونها طبعا عشان بنبقى حاطط لها شوية توابل، غير إنها التسوية اللبن مع المية بيبقى أفضل بكتير، فده اختياري وزي ما انت عايزه. طيب معانا كوبايتين ونص من اللبن، ومعانا كوبايتين من الرز، ومعانا اللحمه بتاعتنا مسلوقه كويس جدا تسويه كامله، ومعانا السمنه البلدي بتاعتنا او الزبده اللي انت بتستخدميها اللي انت عايزاه، معانا معلقتين كبار، ومعانا كمان كريمه لباني، ومعانا القشطه بتاعتنا، معانا ربع كريمه لباني، وده اختياري تحطيها او لا، كده كده الموضوع حلو ودسم لو في قشطه، بس لازم يكون لا قشطه لا كريمه لباني عشان تدي الطاجن بتاعك كده طعم حلو. ومعانا فلفل اسود وملح بس، فاحنا طبعا ما حطيناش الشوربه عشان ما نزودش زي ما قلنا ونغمق لون الرزايه. تعالوا كده نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه مع بعض واحده واحده. اهو انا عايزه اجيب حله صغيره، هدور على حله صغيره اهو هنا، بسم الله. ليه بقى؟ عشان خاطر عايزه اسخن اللبن بتاعي، ضروري جدا ان احنا نسخن اللبن، ده بيخلي الرزايه تتشرب اللبن وتتشرب السوائل بتاعتي كلها، ان كانت القشطه او الكريمه او اللبن كل السوائل بتاعتي. ويفضل ان احنا بعد ما بنجهز الطاجن ده نسيبه على الاقل كده ربع ساعه تلت ساعه يتشرب كل السوائل، ياخد كل النكهات اللي موجوده في الطاجن، فلما تيجي تسويه يبقى طعم الرزايه بتاعك احلى واطعم. تمام. الو يا موده من اسوان، صباحك هنا وسعاده يا رب. الو يا موده، طب ارجعي كلميني تاني يا قلبي، شكرا ليكي. طيب حطينا كميه اللبن كلها هنا كده في الحله بتاعتي، وهعلي النار شويه اهو عشان ايه نظبط الدنيا كده سريعا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الرزايه بتاعتنا الاول. البس كده جلافز في ايدينا، نسمي بالله ونبدا كده الوصفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كمية الرز بتاعنا، أنا مش هغلف الطاجن بتاعي كده كده، وأنا دلوقتي بقلب السمنة مع الرز هو كده كده الطاجن بتاعي هيبدأ يبقى فيه سمنة من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رز مغسول، أنا هاخد بس كمية صغيرة الأول وأبدأ أنزل الزبدة أو السمنة بتاعتي أهو، وأقلب الكلام ده مع بعضه بالشكل ده، يضيف كده شويه شويه على قد الطاجن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كمان شويه من الزبده او قلنا السمنه، انا متعوده على الزبده على طول كده بالشكل ده، نفرك كده الرز بتاعنا كويس جدا مع شويه السمنه اهو، نشربه كده عشان لما نيجي نسقي بقى باللبن بتاعنا السخن يبقى كل كده الاطعمه الحلوه داخله في الطاجن بتاعنا. الو يا موده. الو صباح الفل يا ستي. صباح الهنا والسعاده، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل، حلوه بيكو. يعني بصي بقى صوتك موجود معايا كل يوم. والله العظيم ده شرف ليا ان انا كنت اسمع صوتك. ربنا يخليك يا موده، يا رب ما تحرمش منك يا قلبي. قولي لي بتحبي الرز المعمر ولا لا؟ لا ما بتحبوش. طب جربيه بالطريقه بتاعتنا كده يمكن تحبيه. ايوه ان شاء الله هجربه وهكلمك هقول لك. ماشي يا قلبي، خلاص هستناك تكلميني يا قلبي. ليكي اي سؤال النهارده؟ لا والله العظيم انا بحبك قوي قوي. حبيبتي حبيبه قلبي يا موده، ما تحرمش منك يا رب. شكرا ليكي يا قلبي، مع الف سلامه يا موده. ام مين؟ ام حياه. الو من اكتوبر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. الحمد لله، عامله ايه؟ انت جارتي بقى قريبه مني. تعالي اتفضلي معانا. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. اتفضلي يا قلبي، ليكي اي سؤال؟ اه كنت عايزه اسال على طريقه البسبوسه. معاكي اهو النهارده. بس والله هتعمليها؟ اه انت عايزاها هتعمليها بالسميد ولا بالاكياس؟ لا بالسميد. طيب هقول لك الطريقه دي واقول لك الطريقه دي، هنعمل اللي بالاكياس لان انا بفضل اسهل الموضوع عليكم، لان الفرق بسيط. انا كنت عايزه اعملها بيها. من عيوني، حاضر انت تأمريني. تسلمي لي يا حبيبتي. شكرا. طيب
ليه بفضل اعملها كده؟ والنهارده هنحط لها خطوه او ملاحظه حلوه قوي او طريقه جديده كده، هنحط لها قشطه كده في النص وهنظبطها ونعملها بطريقه حلوه قوي. دايما بحب اعمل بسبوسه بالطريقه دي لان دي الطريقه السهله لاي حد لسه داخل المطبخ، فبحب اعملها بيها. اما طريقه السميد انا حالا دلوقتي هجهزها لك وتنزل معانا على الشاشه، يا ريت لو ينفع نعمل كده ونقولها مع بعض. طيب اللبن بتاعنا بدا يسخن، فهقوم عامله ايه، نازله بالكريمه بتاعتي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهقوم جايبه شويه من الملح، اظبط الملح بتاعي بس كده، ورشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، قلنا عشان ما يغمقش معايا لون الرز، احنا عايزينه ابيض كده حلو بس كده. تمام، معانا هنا علبه زبادي. طيب علبه الزبادي دي انا المفروض اعمل بيها ايه؟ انا المفروض ارشها، اربها كده يعني افكها من بعضها وابدا ارشها على الرز بتاعي. اولا بيديني طراوه حلوه قوي في الرز، وتاني حاجه بيعمل لي طبقه حلوه جدا مع القشطه، فلما تيجي تاكل الرز المعمر تلاقي فيه طبقه كده سميكه، للناس اللي بتحب الرز المعمر واكله رز معمر عارفين اللي انا بقوله ده، فهتبقى حلوه جدا. ومعانا ام عمرو من اسيوط، ونقول الو. الو، اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ الشيف عزه معايا؟ اه يا حبيبه قلبي انا معاكي اهو. عامله ايه انت؟ الحمد لله يا قلبي، حلوه بيكي يا قلبي. يا ما كنت متوبتك. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بحب الجو، بحب الجو. وانا بحبك يا حبيبه قلبي. مصدقه انا بكلمك، مصدقه. ليه يا قلبي، ده انت تتصلي في اي وقت وانا ارد على طول. طب حبيبتي هتكلميني بعد الهواء على الحاله الضريه؟ تمام خلاص ماشي، ممكن نسيب رقم التليفون مع الكنترول وانا هرجع ارد عليكي. تمام ماشي يا قلبي، شكرا ليكي، شكرا. هاتولي بس الطاجن كده اوريهم بس انا عملت ايه. يلا معايا طاجن، ايوه كده شايفين، احنا حطينا الزبادي على الوش ما بين اللحمه وفوق الرز نفسه. تمام، هناخد بقى اللبن بتاعنا اللي احنا غليناه مع الكريمه، وهنقوم عاملين ايه، قول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وننزل كده على الطاجن بتاعنا. بسم الله، زي ما انتم شايفين كده اهو. بس انا ضفت طبعا شويه ميه على شويه اللبن على شوية الكريمة مع شوية الفلفل الأسود والملح، وكده تمام جدا بالنسبة لي. هدخله الفرن، هنعمل ايه، هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع تاني. بعد الفاصل هكون دخلت ده الفرن ونرجع للبسبوسة، هنقول الطريقة بتاعتنا اللي بالسميد، وكمان نعمل مع بعض البسبوسة بكيس البسبوسة اللي بنجيبه من السوبر ماركت. فاصل صغير خالص ونرجع نكمل مع بعض، استنوني.